لأنه حزب الله يعني لديه عتاد وترسانة أقوى من الجيش اللبناني، لا يمكن للجيش اللبناني نفسه أن يتصدى للحزب. فأنه أن يكون مع القوات اللبنانية بضعة كلاشينكوف، هذه موجودة في كل الشرق الأوسط، ولا أعتقد أنها تؤدي إلى تغيير أو تأثير. ثم أن البلطجة، تعريف البلطجي هو الشخص الذي يحمل السلاح ويذهب إلى الشارع. من ذهب إلى شارع من؟ هل حملت القوات اللبنانية السلاح وذهبت إلى شوارع الأحياء الشيعية في الضاحية الجنوبية؟ أم أنه يعني الشيعة أو مناصرين حزب الله من الشيعة هم من ذهبوا إلى الأحياء المسيحية؟ كل هذه التفاصيل تظهر فارق كبير في هذه الرواية، أنه هذه أطراف متساوية وهناك محاولة يعني نصب فخ لحزب الله. من الذي ينصب الفخ؟ هو حزب الله، هو الذي يعارض القاضي، هو الذي يتظاهر، هو الذي يجتاح الحي المسيحي. وعندما يقوم بعض المسيحيين بإطلاق النار، يطلق نارا مضاعفة أصلا. ويعني نحن نعرف أن حزب الله لم يتحرك، لو تحركت فعلا الترسانة العسكرية لحزب الله لأمكنه اجتياح عين الرمانة بخمس دقائق أو حتى أقل. يعني حزب الله لديه راجمات صواريخ وصواريخ وجهاز استخبارات شو ماذا لدى القوات اللبنانية؟ يعني بضعة كلاشينات ومسدسات فردية. أنا يعني لا أوافق على هذه المساواة بين قوة حزب الله وقوة الأحزاب الأخرى. وواضح أن حزب الله يقدم نفس الخيار الذي يقدمه من عشرات السنوات، وكان قبله يقدمه الأسد اللبنانيين، إما أحكمكم أو عنف وحرب أهلية. والأسد قال للسوريين إما الأسد أو نحرق البلد، واليوم حزب الله يقول إما أنا أو تعيشون في هذه الحرب الأهلية التي أهددكم بها. نعم أستاذ أليف، حينما يشارك مسؤولون في حزب الله في تظاهرة ضد القضاء اللبناني، ألا يجسد هذا فكرة أن الحزب يعتبر نفسه فوق الدولة ومؤسساتها؟ مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام. يعني من شارك في هذا الاعتصام هو حقيقة ليس مظاهرة، هو اعتصام، يعني أقل من مظاهرة. من أراد أن يشارك أو كان متوجها للاعتصام هم صحيح ناس مقربين من حزب الله وناس مقربين من حركة أمل، وبينهم محامون وبينهم قضاة وبينهم ناس مثقفين اللي مطلعين تماما على مسار التحقيق، ويعون جيدا أن مسار التحقيق أخذ إلى باتجاه آخر خارج إطار صلاحيات القاضي بطال. وهذا الأمر ليس جديدا، يعني لم يكتشف حزب الله أو حركة أمل هذا السياق الجديد في الأيام الأخيرة. إنما قبل ذلك تقدم وزير الداخلية السابق المشنوق، تقدم بدعوى ضد القاضي بطار لأنه يأخذ التحقيق خارج السياق الدستوري، خارج صلاحياته، ومجلس رؤساء الوزراء أو نادي رؤساء الوزراء أيضا قدم اعتراض، والمفتي الإسلامي الأعلى السني في لبنان أيضا قدم اعتراض. إذن هناك قوى متعددة لديها الكثير مما يقال على مسار التحقيق وعلى أخذ المسار خارج السياق الدستوري. وبالتالي من يعترض على هذا المسار الجديد أو على الخروج عن المسار التحقيق الحقيقي هم ناس يعون جيدا أنه القاضي بطار بدعم أمريكي، وأقول بدعم أمريكي لأن الأمور واضحة، يعني لما السفير الأمريكي بتقول أنه قاضي البيطار خط أحمر وبتحمل لافتة بهذا الشأن، ووزارة الخارجية الأمريكية بتقول أنه إحنا معك يا قاضي بيطار، ولما القاضي البيطار بيجتمع مع وفود أجنبية قبل ما يطلع مذكرة وبعد ما يطلع مذكرة، وهذا ممنوع حسب القضاء. نعم أستاذ أليف، بيصدر مذكراته وهو في بيته مش في المكتب، وهذا مخالف للدستور. كل هذه الأمور. نعم أستاذ أليف،
وصلت الفكرة. ابقى معي سعود إليك دكتور جاك، أعطيك حق رد على ما قيل هنا، ولكن لا يمكن فصل قلق معارضي إيران من المساعدات التي تقدمها طهران للبنان مما يعني من هذا التدهور الذي حصل اليوم، لا سيما وأن حزب الله يتهم أمريكا بالوقوف وراء تأجيج الموقف. يعني العذر أوقات أقبح من ذنب. هذا يعني عم نجرب نفسر ليش حزب الله يعني عم بيدا ضد القانون وضد ضد السلطه القضائيه بلبنان، ولازم كان يعني نخلي حزب الله يفوت على الشارع ويدهور لبنان على حرب اهليه. ليش؟ لانه حزب الله حاسس انه هو المسؤول عليه اللي صار ببيروت. هو حسن نصر الله ما كان قال له عرفان انه بحيفا في نيترات الامونيوم ذات الشيء، وقال انا بعرف اذا ضربت حيفا رح تروح كل حيفا. هو ما كان عارف انه ببيروت كان في ذات الشيء. بقى على شو عم نحكي؟ هني عم نحكي عن مساعده ايران بثلاث بواخر وصلوا على لبنان. هيدي فرقعه، ما فيها شيء، ما فيها تغير الوضع بلبنان. لازم لبنان توصل لها اكثر من 360 65 باخره بالسنه حتى تكمل الطاقه الكهربائيه. وشو طالبين الامريكان؟ قالوا الامريكان اوكي خلينا نجيب الكهرباء من مصر. هلا هني مصر شو صار؟ يعني الضحكه هون انه الغاز من مصر جاي من اسرائيل، ومن اسرائيل لمصر، من مصر للاردن، الاردن لا. يعني نحن اخرتها رح نعطي حزب الله كهرباء جايين من اسرائيل. لا سبب. كل شيء اللي انا عم بقوله انه ما في يفسر انه المظاهره اللي كانت اليوم، واللي يعني واحد بيطلع انه اصلا فوتوها عن الاحياء المسيحيه، عن الطيونه، وعن عين الرمان، وعن الشياح، بدل ما تكون دغري على قصر العداله. ليش فاتوا عن طريق المسيحيه؟ ليش؟ ذات الشيء عملوا ب 1975 بنيسان 1975 لما بعثوا بس على عين الروماني حتى يطلعوا على البص الرصاص، وبلشت الحرب الاهليه. نعم. وقتها. نعم، تحديدا في هذه النقطه اريد ان اتوجه الى دكتور إلي حاتن. يعني دكتور إلي، وقوع هذه الاحداث اليوم في منطقه مسيحيه وتوجيه الاتهام الى حزب مسيحي، هل يمكن ان يقود البلاد الى يعني مواجهه طائفيه رغم ادانه التيار الوطني الحر لما حصل؟ اولا ماذا تسمون بمنطقه مسيحيه؟ والسؤال الموجه لك وللسيد جاك دريا عندما تحدث عن ما حدث في نيسان 1975 عندما تحدث عن الباص في عين الرمانة، فلم نكن الباص ينتمي الذين الركاب فيه لم يكونوا مسيحيين، كانوا فلسطينيين، وكانت هناك نوع من الحزازية بين اللبنانيين والفلسطينيين وليس بين المسيحيين والإسلام. لماذا؟ لأن هناك أيضا كانت المخابرات التي تتلاعب بين الفلسطينيين واللبنانيين، الفلسطينيين الذين كانوا المقاومة الفلسطينية التي كان يقودونها مسيحيين أكثر من إسلام، من جورج حبش وحواتمي وإلى غيره، واللبنانيين كانوا جميعا كانوا مسيحيين وإسلام. ولكن انقلبت هذه المشاكل وهذه الحرب من حرب بين الفلسطينيين واللبنانيين إلى حرب أهلية أي طائفية بين المسيحيين والإسلام، وبعد ذلك بين المسلمين أنفسهم أي بين السنة داخل طوائفهم، وبين الشيعة بين طوائفهم، أي أن حزب الله وأمل كانوا بحرب مع بعضهم، وكان حزب الله يحصل على الأسلحة الإيرانية من طريق الحدود الإسرائيلية في خلال الحرب التي كانت تجري بين إيران والعراق. ثانيا أيضا في لبنان كانت هناك حروب داخل الأحزاب المسيحية من الكتائب والأحرار، وبعد ذلك بين الكتائب والقوات اللبنانية وإلى غيرها، وهناك الجرائم التي ارتكبت بين المسيحيين بين بعضهم، وكانت هناك حرب الجبل التي لعبت فيها دور إسرائيل 1983 وتلاعبت بين الدروز والقوات اللبنانية. فأعتقد أن اليوم الصورة بعيدة عن ذلك، ابقى معي لو سمحت، وصلت اليوم في الفكرة.